zelo nene smo, da smo ljudi, što ta tražka koja je uče ime želikos. Jel mi ne? Nadam da se nešto ljudi, avul vahbas, avul mudru vas, isle ovaj išme filer, ili ovaj je tenčan avu kubeži, tenčan avu i avu kubeži. Ja nam se da smo nas uvoditi. Jel mi ne? Mani je mi je kvasi mi je reakhir na hada inša Allah. بالقصير كده F على A هنا نقول الأساس دي N لينس لينس يعني يعني طريقة الطول طول يوم يزيدين هي اللي حصل فيه حاجة ما يكون تنشن او ايه او كوبرش يبقى هنا بيسموها الاستنسي ان لينس الفورس دايما بيكون هنا ايه عمودية على ايه لينس نوم على ايه نوم على ايه الفورس هنا دايما ايه نوم على مين على ايه الفورس شو بي نوم على ايه عادي يعني مين حياة اول نوع من نوم ايه هسميه ايه بقى ايه اهو هسميه كنسايد ستريس فهمت الانسان يعني ايه؟ يعني لو عندي بقى جسم كده اهو، ادي جسم اهو. ايه؟ ممكن اشده ازاي؟ يا اما اشده من تحت لفوق كده، اشده فوق كده تحت لفوق، حاجه زي كده. اثبت الفورس قد بعض، واحده فوق كده اف، واحده تحت اف. اسال ايه الجسم ده؟ اتش اف. لو عندي جسم كده، اثبت الفورس واحده فوق واحده تحت، اساله هنا اتش اف. يبقى اذا ممكن اثبت عليه حاجه زي كده، الفورس واحده فوق واحده ايه؟ تحت. يا اما اعمل حاجه ثانيه ممكن اذا ما اعمل كده لا اعمل ايه؟ اول جزء ده هنا اثبته مثلا من فوق كده اثبته كده اثبته هنا وكل اثبته هنا يحصل هنا واسع للفورس بالشكل ده يحصل هنا رد فعل كده اف بحيث ايه؟ يحصل شد الاساس لو كان طول الاصل ال لو كان طول الريجن بتاعه ال اهو صح؟ هيحصل لي هنا ايه؟ ستار بس هيجي ايه اللي شويه السجن ده او العرض او الايه؟ الدايمتر ده فبيبقى بيحصل ايه بعد كده؟ هيبقى شكله تاني بالشكل ده كده هيبقى هيقل شويه من هنا ويقل شويه من هنا ويزيد كده شويه هيبقى هنا في حاجه اسمها الفائد ده بيسموه لو خدنا السنتر لاين بتاعنا مثلا كده حاجه كده يبقى اذا ايه؟ لو قسنا على الناس بالشكل ده كده كان طول الاصلي ال يحصل له الانجيشن دلتا ال الانجيشن ايه دلتا ال نفس الكلام ده بيحصل لو كان مين الجزء الثاني لو قلنا ايه كومبريشن ايه
الجسم بتاعنا اهو، يجمع البطن فوق والبطن تحت كده وفرس كده بالشكل ده، هيضرب الجسم اثنين فرس قد بعض، فرس هنا وفرس هنا. او اعمل ايه؟ او اثبته من الضغط واقسم الضغط التاني بحيث يبقى عندي رياكشن يحل محل الفرس الزياده، يعني حاجه زي كده برضه اهو، الجسم اهو ودي السنتر لاين بتاعنا اهو، اقسم عليه الفرس ايه؟ اثبته تحت اهو، اثبته كده وابلغ هنا الفرس هنا، حاجه زي كده. بس في الحالتين الفرس تكون نوم على ايه؟ على ايه؟ الفرس هي تكون ايه؟ نوم على ايه؟ بس. فلما ضغطنا كده يبقى في اكشن هنا بحيث يحل محل الفرس الثانيه، وبالتالي هيحصل لنا هنا ايه؟ انضغاط، يعني انضغاط يعني العرض بتاعه او الديامتر بتاعه هيزيد شويه صغيرين كده، ويحصل له هنا ايه؟ يقل مسافه كمان دلتا ال لو كان طول الاصل هنا ايه؟ بس يعني حاجات زي بعض الحاجات، سواء كان ايه؟ تنشن او تنسايد ستريس او كومبريسر ايه؟ ستريس. في حاجتين اقدر اقول هنا ايه؟ نعرف يعني ايه تنسايد ستريس؟ تنسايد ستريس. هيساوي ايه؟ هيساوي اف نورمال على مين؟ ما قلنا ستريس هو بريشر. فالستريس هو الفورس على الاد، يعني اف نورمال على مين؟ على الاد. بس. وات ار اي في ايه؟ دي اسمها نورمال فورس. ودي الاد. بس. الانسايد ستريس هي النورمال فورس على مين؟ على الاد. وات ار ذا يونت اوف ستريس؟ ذا سكيل. خلاص. طب التنسايل سترين هتساوي ايه؟ هنا الانفورميشن بيحصل تغير في الطول وفي الطول اسهل، يبقى دلتا ال على مين؟ على ال. ما هي دلتا ال؟ الانجيشن. او الانكريس في اللينس، الانجيشن او اكستنشن، نفس المعنى برضه اكستنشن. أو انكريز في اللينس على الأوريجينال لينس، ده اللي اسمه إيه الأوريجينال لينس. وات أر ذا يونت أوف سترين؟ قلنا ملوش يونت خالص، ليس له وحدات، مش خالص. ده بالنسبة لإيه؟ للتنسايل والإيه؟ ستريس والسترين. نفس الكلام بنقوله هنا برضه في الإيه؟ في الكومبريسيف إيه؟ ستريس، نفس الكلام. لو قلنا الكومبريسيف ستريس هنا هيساوي هنا برضه هيساوي اف نورمال على الاد، هي مش كلام طبعا. اف نورمال على مين؟ على الاد. ال برضه بس كده. وهنا بقى الكومبريشن سترين برضه هيساوي دلتا ال على مين؟ على الاد. بس المرة هنا كانت الانكريس او الانجيشن او الاكستنشن، اكيد الناس دلتا ال هنا ايه؟ هسميه decrease in length، الدلتا ال دي اسمها decrease in length. بس كده. What are the units of strain؟ مفيش units خالص، مفيش. في الحالتين العربي عندي مدرسة، العربي عندي مدرسة في الحالتين دول سواء ايه؟ tension أو compression، نقول ايه بقى؟ ال يعني مدرسة واي نعرف هنا يعني مودلس واي واي يعني مودلس واي هيساوي ايه؟ هيساوي ستريس على ستريس بكام ستريس؟ اف نورمال على ال بكام سترين؟ دلتا ال على ال سواء كان جديد او جديد مش فارقه معانا، يبقى هو ده المعادله اللي احنا عايزين نوصل لها. واي يساوي ستريس على سترين يساوي هذا كده اف نورمال على ال على ال على ال وطلعت زي ما قلت لك مودلس فهو ده يانج مودلس، يانج ده اسمه يانج مودلس. واليونت بتاعته هنا ايه؟ تسكيل زي ما قلنا، ودي معادلة ممكنة. هنحتاج بس مسألتين على ايه؟ على الرول ده وخلاص.
sagen, du bist weh, wir gehen an. Bei wann end? Warum hast du Bord? End? Bei 50 Kilogramm? Milik Menschi? Milik? Is hungry from me. From its other end. In German, the stress, strain, and inhibition. Meaning that young mothers of steel wall, steel is okay. Mean 10 to 11 basket. Switch. Well, yeah, I still wrote, and he wrote here, still now. I still wrote 2 meter long, LK 2 meter, LLA 15 meter. A steel rod, 2 meter long, has cross-section area 0.3 centimeter square. Given area here, 0.3 centimeter square. It's hung by one end from a support. Given the knee, certain here, support here. Will third day, after the game, as here, our machine, here, my enemy machine, or my machines, EMS became in an M. Let's say we call 50 kilogram. It's hand over the end, then it's a stress with the strain, with elongation to be the wire that I will sit there, I will be rolled down. Namely, I will hang eyes in the center, inside stress, inside stress. You get that stress, and then stress, so I am out, I be here. I will have them stress. I will stress out. Inside stress. You can stress. That's how it force normal. Allez. You can force normal. And MG. You will wait. And then, how in MG. MG. Sah. MG. 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 You can miss. 550. Okay, MG. 9.8. Okay, area 0.3. Something square, then minus game 4. That's good. Head final, inside the stress, 1.8, 10 to 8, that's good. The man comes. Back with the eyes, the eyes in strain, right inside the strain. I say, okay, man. I say, we did the LRN. Ah. I say, we did the LRN. اه مشكلة بس هنا ما عنديش الدال عندي ال اه ما عنديش الدال دلتا ال مش موجودة نجيبها منين؟ عامل يعني نفسه اه عارفين عامل يعني اهو مش الواي ده يساوي ايه؟ الواي بيساوي ايه؟ يساوي اف على ايه؟ على مين؟ دلتا ال على ال يعني معنى كده الدلتا ال على ال هنا تساوي ايه؟ مش تساوي الاستريس مش كده؟ على مين بقى؟ على يعني المدرس يعني ممكن باختصار كده اقول ايه؟ هتساوي ايه؟ قلت لا ايه هتساوي ما ده ستريس ده اللي احنا جبناه ستريس ده ستريس ده الستريس شو الستريس هيساوي الستريس على هنا المدرس خلاص يبقى ده هيساوي هنا ستريس
على الناس. خلاص يعني هيساوي هنا يساوي هنا 1.8 × 8 ويعني مدة صنعنا 2 × 11 يطلع كم بقى؟ يساوي 9 × −4 What are the units of string? Has many units. Which units are this? آخر حاجة هنا عايز الوجيشن. الوجيشن هيساوي التقالي. برضه ما عنديش التقالي بس عندي السترين اجيب منه الايه؟ الوجيشن. التقالي هيساوي كام بقى هنا؟ التقالي. ال بالايه؟ بالسترين. يبقى هيساوي هنا السترين في ال يساوي كام ده؟ 9 × −4 يبقى ال اللي هو 2 متر 1.8 × 10−3 متر خلاص دي النظام نمبر 1 بالمرة دي النظام نمبر 2 يعني خلصنا خلاص Example number two and elevator. Example number two and elevator. Do a lift. Elevator, then we lift. Next one. And elevator is hanged by two wires. Of the same material. Of the same material. The diameter. Second wire is three times. The second wire is three times. يبقى هنا الـ A2 وده A1. الـ A2 هنا كام بقى؟ سوي 3A A1. الـ أو الـ diameter
هو اللي بيقول لي هنا ايه؟ The diameter of second wire is 3 times يعني دي 2 اهو الدايمتر 2 يساوي 3 دي 1 دي اللي هي الأضعف صح كده؟ diameter of the second wire is 3 times diameter of first one بتعمل the ratio of tensions F1 و F2 أكيد في tension هنا F1 وتنشن هنا اسمه F2 عايز الريشيو والتنشن دول ليه؟ in order to have equal strain وطبيعي فميتا دايما لما يكون عندي الليفت هنا اوف كي كورزون كانت هنا وفي سلكين نفس الطول صح نفس الطول اهو ونفس الماتيريال طبيعي ان انا عايز ايه الاسترين في الاولين ده ايه والا لو حصل استرين هنا مختلف عن هنا هيحصل ايه الليفت ده يعني كده انا عايز اقيس كورزون لازم ايه فلو نفس اللينس يبقى لازم دلتا ال هنا دلتا ال هنا عشان خاطر ايه ما يحصلش الليفت ده يحصل ايه ينيجي او حاجه كده فالحل هنا ايه؟ مجرد عايز الفون على فكره عايز الفون على فكره مين؟ اقول هنا ايه؟ بكام الفون على فكره مين؟ اف بتساوي كام من 1 اف الفرصة بكام؟ اهو من اللي ايه؟ معادلة المدرس اهو معادلة عن ايه؟ اهي اف بتساوي هنا؟ واي في ايه؟ بتقل على اف اهي الفرصة هتساوي واي في ايه؟ دلتا ال على مين؟ على اف يعني اختصار اف 1 تساوي واي ثابتة اي 1 دلتا ال على ال دي زي ما يعني ايكوال 3 اف دي بكام؟ برضه واي في ايه 2 ها دلتا ال على ال نفس ال 3 يبقى واي هو هو وسين هو هو وعايز وش ده على ده نقسمهم على بعض بالقسمة خلينا ايه؟ اذا اف 1 على اف 2 يساوي ايه هنا؟ واي مع الواي ده مع ده يطلع ايه؟ A1 على A2 ايه علاقة التالية بالدايم ده؟ ال A1 هي باي G1 سكويرد على 4 طب وال A2 باي G2 سكويرد على 4 كل ما أقول خلاص وباي مع باي خلاص يطلع لنا ايه؟ يطلع G1 سكويرد على 2 سكويرد يعني دي هنا قال لك الايه؟ السكند قال لي لو اني جاي ثلاث مرات يبقى اذا اقول دي 1 بكام؟ تلت اواها 3 ها سكوير يطلع كام دي؟ 1 اوفر 9 بس يبقى الريشيو هنا بين التو فورسز هي ايه؟ 1 اوفر ايه؟ 9 واضح كده؟ طيب احنا هنكتب القدر ده ان شاء الله النهارده باذن الله المره الجايه اخر محاضره هتكون هي ايه بقى؟ ال هناخد بس نوعين رقيم من الايه؟ من الالاستيك مودرس ده اللي هو الشيل مودرس والارك مدرس والستور انرجي وخلاص احنا اسئله ولا حاجه عليهم ولا هنا شكرا جزيلا وشكرا على خير ان شاء الله في اخر مره ان شاء الله ايه المحاضره